سكر سكر أزمة سكر 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 أزمة سكر نام تاني. هو ده اللي احنا اتفقنا عليه. انا نفسي اعرف احنا اتفقنا على ايه. اتفقنا ان مفيش اي حاجه ممكن تاثر على مذاكرتك. وهي ماما اي حاجه؟ ماما مش صغيره وعارفه هي بتعمل ايه. ممكن تقوم معايا لانها فالقه نفسها من العياط. انا ما عنديش حاجه اقولها. لا خلاص يا علي، خلي ماما تقعد تعيط لحد ما يجرى لها حاجه، وانت تبطل مذاكره لحد ما تسقط، وانا اروح اموت نفسي عشان اخلص من النكد ده. هتسيبيني لوحدي؟ هتسيبيني لوحدي هلا؟ انت لازم تحس بيا برضو يا علي. انا مهما كنت بنته محتاج ان انا احب واتحب واتجوز. انا ضحيت بكل الحاجات دي علشانك وعشان خاطر مستقبلك. انا اسف يا بس والله الموضوع ده كان صعب عليا قوي. لا يا علي، لا يا حبيبي، انت ياما هتشوف بلاوي ومصايب اكتر من كده بكتير. انا عايزاك دايما تبقى قوي وجامد، مش عايزه ابدا اشوف دموع في عينيك عشان خاطري يا علي.
انا اخويا راجل والرجاله جبلات ما بيعيطوش. بحبك قوي هناء. طب لو بتحبني صحيح اقوم صالح ماما عشان خاطر هناء بقى. يلا يلا حبيبي. حرام يا زنوبة. أيوة حرام. أنا بقالي يومين 48 ساعة ما شفتكيش. يرضي مين بس ده يا ناس؟ إيه؟ الدنيا تبقى دنيا إلا بيك يا زنونو. أنا تعبانة يا زنونو. تعبان. إحنا لازم نروح الفيوم حالا دلوقتي يا زنونو. فيوم إيه دلوقتي بس يا عبد؟ أجلها كم يوم كده عقبال نفسية علي ما تهدى. وأنت كمان وحشتني أوي. يا راجل بطل دلع. الكلام ده ما ينفعش بالتليفون. ماما يا ماما. طب باي باي دلوقتي وبعدين هبقى أكلمك. أيوة يا هناء عايزة إيه؟ ده علي يا ماما كان عايز يقولك بس صباح الخير. لا انا واخد على خاطري منه. بقاله يومين بحاله ما عبرنيش حتى بكلمة. خلاص بقى يا زينب قلبك ابيض. حقك عليا يا زينب. طب ايه؟ مش هتقولي مبروك؟ مبروك ايه؟ انت ما فكرتيش تاخدي رأيي. انا مش طرطور في البيت ده يا ماما. فشل قطع لسان اللي يقول كده. ده انت راجل البيت يا حبيبي. طب يا جماعه انا مبسوطه قوي ان الامور رجعت لمجاريها بس انا لازم امشي عشان عندي شغل. استني هنا عايز 100 جنيه. اه يعني يا مقلبني عندك في الدور. سلام. بقول لك ايه يا علي؟ ايه؟ تحب تتعرف امتى على عبده؟ هو مين عبده ده؟ عبده جوزي. وكمان اسمه عبده؟ سي عبد. في ده ركبة انت مزعل الزبونه ليه؟ المدام عاجبها البوتاجاز يا معلم. عشان عندها ذوق وبتفهم. تشكر يا معلم. بس ده عايزه تنزل من سعره 100 جنيه يا معلم وكمان عايزه تمشيها قسط. غور هات 2 ليمون. ماشي يا معلم. يا ترى سعادتك يعني بتستريحي في الاربع شعله ولا في الستة شعله؟ اربعة ده ايه؟ اقل من ستة ما ينفعش. عندي عزومات كتير. ربنا يزيدك. ما انا قلت عندك ذوق وبتفهمي. بس الفرن مش ضيق شويه؟ لا هو يبان من بره ضيق شويه لكن لما تستخدميه هتلاقيه بحر عوش واسع. لما نشوف. لا هنشوف. ها نقول مبروك. ها فضلكوا قد ايه على التصوير؟ اسبوع كده ونخلص. يا خبر بسرعه كده. هو احنا مش اتفقنا انه ياخد راحته شويه؟ مش عارفه اقول لك ايه يا ليلي. اصلا زياد خد الموضوع جد وفحتنا في التصوير بال 12 ساعه في اليوم. علشان خاطري يا ايتن قول له ياخد راحته شويه في التصوير ويبطئ لحد ما ماجي تشيل موضوع السفر ده من دماغها خالص. حاضر هعمل كده. اهي ماجي نزلت اهي. يلا يا ايتن انا جاهزه. تعالي تعالي تعالي. انت رايحه فين بالاكل ده؟ لاستاذ سكر. يلا رجعي الصينيه دي جوه. يلا يا حبيبتي. يا بنتي حرام عليكي ده الجدع ده متصفى من امبارح. من هنا ورايح مفيش لا اكل ولا شرب للبني ادم ده يا دادا. يا ساتر عليكي يا ماجي. ايه قلبك الحجر ده؟ ده انا اللي ما شفتوش لغايه دلوقتي وصعبان عليا من الخلطه اللي خدها على نفخهم الحرامي. قولي لها قولي لها يا بنتي. والله ما حدش قال له يتحشر. احنا عايزين نتسرق وهو ماله؟ وبعدين انت لو شفتيه نفسك هتجزع. ده بني ادم رخم. الله ما خلاص بقى يا ماجي سيبيه ياكل النهارده. ده اللي اتفقنا عليه يا ليلي. بلاش الاكل اخد لي الشوربه ترم عظمه. دادا لو سمحتي. خلاص اشرب انا الشوربه وامري لله. قدام يا ميرفت. يلا يا ايتن احنا كده هنتاخر عن زياد. على فكره انا احتمال اعدي عليكم في التصوير النهارده. تنورينا يا ليلي. بس اعملي حسابك بريك لحمه راس وكوارع. يبقى خلاص مش جايه. اهلا 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 يا باشمهندس توفيق. اتفضل. انا اسف جدا على التاخير يا دكتور. لا بس المهم تكون حضرت لي الملف. انا عملت حضرتك دراسه كامله عن المشروع. انا استعنت بالملف القديم اللي كان عامله الدكتور محرم بس ضفت الحاجات اللي حضرتك طلبتها. انت فعلا مهندس كفء يا توفيق. مصنع التهبال الزجاجيه ده لو اتعمل هيكون خطوه مهمه قوي في مؤسسه محرم الطرخاوي. ما احنا اتفقنا يا توفيق كل مهمتنا دلوقتي تحقيق احلام الدكتور محرم الله يرحمه
ولازم نمشي على الضرب بتاعه. اكيد اكيد يا دكتور. ايه على فكره المصنع الجديد ده لو اتبنى باذن الله انت هتبقى المدير العام بتاعه. بجد دي ثقه كبيره جدا يا دكتور. وانت اهل للثقه يا باشمهندس توفيق. Keep trying never give up. حاول باستمرار لا تيأس ابدا. Life won't make you a winner. الحياه لن تجعلك الفائز. ليه التشاؤم دي يا عم؟ Eventually you will succeed. سوف تنجح في النهايه. اهو كده اديني شويه امل. اه I am tired. My bones are hit broken. انتر. اه ياني اللي كنت هموت. في ايه يا ست خيريه؟ مالك بتتلفتي ليه كده؟ خايفه حد يشوفني اللي جاي لك بصينيه الاكل. ليه ان شاء الله؟ هو الاكل كمان بقى ممنوع. والله ما انا عارفه اقول لك ايه، مش عايزه اغمك وانت بالحاله دي. لا غميني، ماني خلاص جتتي بقت منحسه. ماجي منعت عنك الاكل. منعت عن الاكل؟ والشرب كمان. طب والحلو اخباره ايه؟ مفيش اي حاجه؟ يا نهار اسود، يعني ده جزاتي؟ يعني اني اخد 8 غرز في دماغي وفي الاخر يعملوا فيها كده ويمنعوا عن الاكل والشرب؟ الصبر الصبر يا سكر، بكره يعرفوا امتك. بقول لك ايه يا ست خيريه، هي ماجي لسه شلاني فوق دماغها وزعقه. الحقيقه يعني مش ماجي لوحدها، ده الثلاث بنات مش طايقين يشوفوا وشك. قصدك الثلاث عقارب؟ انا بقى قاعد على قلبهم. انت فاكره يعني لما يمنعوا عن الاكل والشرب هيلوا دراعي؟ لعلمك انا من يوم ما نزلت من بطن امي وانا باكل نفسي. قلبك ابيض، يلا تعالى كل قبل الاكل ما يبرد. خايفه الاكل يبرد ولا واحده منهم تطب علينا؟ ده انا ما صدقت البنات تخرج من هنا وجبت لك صينيه الاكل. يلا تعالى اشرب الشوربه قبل ما تبرد عشان ترم عظمك. ايه الشوربه القرده دي اللي ما فيها حته لحمه ولا حتتين قوانص؟ يا واد ده انا عامله لك ارنب مخصوص. مين ده؟ اتقفشنا يا سكر. استني، مين اللي بيخبط؟ انا فتحي. عايز ايه يا زفت؟ جاي اطمن عليك يا استاذ. انا كويس غور في دهي. حصة الأكل دي أجلها بعدين. استني يا ست خيرية. بعدين يا ست خيرية. الله يخرب بيتك يا فتحي، ما لحقتش أتهنى باللقمة. I know James, the opportunity is great to me, but I have some problems that prevent me to come. Okay, but I'll travel very soon to America, I swear. هي ماجي بتكلم مين؟ ده مساعد المخرج ديفيد. انا ما بقلقش غير من كلمات امريكا دي. شكلهم كده بيزنوا عليها ترجع يا زياد. شكله كده الفيلم التسجيلي ده مش هيسد معانا. عشان كده عمال اقول لك طول شويه في التصوير. يا سلام، وهاخد راحتي اكتر من كده ازاي؟ ده الناس اللي شغاله معايا اتخنقت. ما هو انت لازم تتصرف يا زياد عشان ليلي، البنت دي حساسه وانا مش عايزه ازعلها. انا مش عايز ماجي تسافر اكتر من اخواتها. انت ما تعرفيش ماجي بالنسبه لي بقت ايه دلوقتي، بقت اهم حاجه في حياتي يا ايكو. اما هي حد مهم كده، ما تتصرف. اتصرف اعمل ايه يعني؟ طول الفيلم بتاعك شويه. مش الفيلم التسجيلي هو اللي هيقعد ماجي. امال ايه بقى ان شاء الله اللي هيقعدها؟ الفيلم الروائي. وهجيب لك 7 مليون جنيه منين يا حبيبي؟ 10 مليون. باي. سوري يا جماعه، اصلها كانت مكالمه مهمه قوي. يلا يا جماعه عايزين نلحق المشهد ده قبل النهار ما يقع. يلا. يخرب عقلك يا سكر، طب ما خفتش الحرام يسرق الفيلا بجد؟ وطي صوتك لحد يسمعني، هتبقى مصيبه. بس انت بتعور بجد. ما انا عملت كده عشان اصعب عليهم. ها وصعبت عليهم؟ لا طبعا، ده ولا واحده فيهم عبرتني. معلش بس مسرهم يجوا يطمنوا عليك. يطمنوا عليا امتى؟ ده انا واخد 9 غرز في دماغي، دول عشان يطمنوا عليا مش اقل من بدر. بس اكيد عرفوا ان وجودك مهم في الفيلا بعد ما مسكت الحرامي ورجعت المسروقات. ما هي دي الخطه اللي كانت في دماغي قبل ما تتفتح، بس شكلهم كده محتاجين ارهابي يحتل الفيلا. كل ده بقى عشان انت فكرت لوحدك من غير ما ترجعي. ما انت بقالك كام يوم كده يعني غطسانه. معلش يا سكر، اصل انا كنت قلقانه قوي على علي. ليه؟ مش لاقي شقه ولا عنده مشاكل في شغله ولا اهله مش موافقين عليكي؟ شقه ايه وشغل ايه؟ علي لسه في ثانويه عامه. ليه بس كده يا استاذه؟ اي نعم يعني انت عديت ال 25 سنه وداخله على سن حرج، بس انت يعني حلوه وزي القمر، ليه ترتبطي بواحد فاشل في ثانويه عامه؟ انا داخله على سن حرج؟ نفسي تبطل الطوب اللي انت عمال تقوله ده. انا ما اقصدش يا استاذه، بس تلاقيكي في قرارة نفسي خايفة تعنسي أو القطر يفوتك. ما تبس بالدبش اللي انت عمال تحدفه ده. وبعدين علي ده يبقى أخويا، خلاص ارتحت. تصدقي إنني كبلي وما عنديش إحساس؟ يعني أنا طول الوقت شغلك في مشاكلي، مفيش مرة أسألك عاملة إيه يا أستاذي؟ أخبار البيت إيه يا أستاذي؟ أخبار الست الوالدة إيه يا أستاذي؟ ما تأخذنيش يا أستاذ. الله، أنت عمال تقول لي أستاذة أستاذة، أنا زهقت من أستاذة دي. أمال أنت عايزاني أقول لك إيه؟ قول لي هناء وبس. حاضر يا هناء. طيب.
انا هدخل بقى اطمن على دادا خيريه تكون انت غيرت هدومك عشان متر شفيق عايزنا. يلا بنت حلال شكلها بترسم عليا. سرحان في ايه؟ ساعة ما قلت لي على موضوع الحرامي اللي دخل الفيلا ده وانا قلقان عليك يا امي. كبر دماغك بقى يا طارق، ده موضوع عبيط وراح لحاله. موضوع ايه اللي عبيط يا بنتي؟ انت ليه واخده الموضوع فاني كده؟ انتوا اربع بنات عايشين لوحدكم، يعني لولا وجود ابن عمك ده كانت ممكن تحصل مشكله. يا سلام، يعني انت عايز تقنعني ان السكر ده هو اللي انقذنا؟ انت مش بتقولي ان هو اللي جري ورا الحرامي وخد الحاجات اللي سرقها؟ عادي يعني، ما هو كان ممكن فتحي ولا مصلحي يعملوا كده. سيبك من سكر خالص عشان انت ما بتحبوش، ما اعرفش ليه. انا بتكلم على الفيلا، لازم تزودوا فيها الامان شويه يعني. زودوا السكيورتي مثلا. بلاش، انتوا بلغتوا البوليس؟ لا، ما جاش في دماغنا خالص. ما جاش في دماغ؟ ازاي بس يا شيري ما جاش في دماغكم؟ فكك بقى يا طارق، ده موضوع عبيط وراح لحاله. شيري انا انت ايه؟ بخاف عليك يا ولد. بتخاف عليا من ايه؟ اصل انا هاي شيري. هاي يا حسام، تعالى يا طارق اعرفك على حسام. شيري انا قلت لك 100 مره ما بحبش الناس دي. ما تبقاش دمك تقيل بقى. يلا سلام يا شيري. ها ايه هو الامور بيغير عليكي ولا ايه؟ انجز يا حسام، عايز ايه؟ سيبي عربيتك وتعالي معانا. على فين؟ زي ما تيجي. ماليش مزاج يا جماعه. ما تبقيش بايخه وتعالي معانا، انا تعبانه وعايزه انام. خلونا نتقابل بالليل. اوكي. انا ليا مزاج اشوفك الصبح. سلام يا حسام. انا قلت لك من الاول شيري دمها تقيل جدا بالنهار. لا لا لا، واضح ان احنا اللي دمنا تقيل قوي على قلبها. انا مش عارفه عاجبها ايه في الواد ده. بقول لك يا قطه، ما تخليكي محضر خير كده وتخلي اليوم ده يعدي على خير. طارق طارق تعالى بقى. طارق شكل اليوم ده فعلا مش هيعدي على خير. شفت بقى الحيره اللي انا فيها؟ لا انا عايزه ازعل ماما ولا عايزه ازعل اخويا. موقف صعب مش كده؟ ايه يا سكر مالك سرحان في ايه؟ سرحان فيكي. سرحان فيا مره واحده؟ ما كنتش طلعت انت بنت عمي. ايش معنى يعني؟ انت انسانه طيبه وحنينه وحساسه وطويله وقفت جنب كتير، مش زي بنات عمي اللي حاطين مناخيرهم في السماء وعاملين اللي فيها اجانب. لا طب وانت شعرفك يعني ان لو كنت بنت عمك لا كنت وقفت جنبك ولا كنت عبرتك حتى؟ عشان انت الطيبه والحنان والقلب الابيض. ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ في ايه يا سكر؟ الظاهر شكلي مش لاقي في النحنحه. لو انت كده بتتنحنح؟ امال يعني بستفرغ؟ معقوله كل دي ومش واخده بالك؟ عمال اقول لك حنينه وحساسه وعملت لك فيها هيثم شاكر. ده مش ممكن يا سكر. الله طب خلاص ما تزعلش يا سيدي، اتنحنح براحتك. كنت عايز تقول ايه بقى يا عم هيثم؟ خلاص هيثم ايه بقى، انا دلوقتي حاسس ان حجازي متقال. ياه ده الواد ده طلع جامد قوي بقى وانا مش واخد بالي. حس ولا جامد ولا حاجه، هي هتخرج معايا يومين وهترجع لك. شروت من طبعها ملوله وبتحب التغيير. خلاص لو على التغيير من النهارده خليها ما تعيشش بملل خالص. وانا جاهز من ايدك دي لايدك دي يا معلم. ايه اللي انت هببته يا بني ادم انت ده؟ بقى انا اوديك الفيلا عشان تحمل بنات تقوم تجيب لهم حرامي يتهجم عليهم؟ يا متر ده حرامي غلبان وابن ناس طيبين، هتسأل رجع. رجع بايه وزفت ايه؟ افرض انه كان اتطور وضرب واحده من البنات بالسكينه اللي كانت معاه. انت عرفت حكايه السكينه دي؟ اه طبعا، هو في حاجه بتستخبى؟ خيريه قالت لي. هي خيريه دي ما تبلش في بقها فوله، بتقول حاجه انا. عموما حصل خير يا متر، اصل السكر كان عايز يثبت للبنات ان وجوده مهم في الفيلا وانه قادر يحميهم. يسلم فمك، والله هو دي كان غرضي من الموضوع كله. اهو انت عملت كده زي الدبه اللي قتلت صاحبها. اسمع سكر، انا مش عايزك تعمل اي حاجه بعد كده الا لما تقول لي، فاهم؟ فاهم يا متر، اهم حاجه بس ما تكونش زعلان مني. الله يخرب بيتك يا ابو كرش وبيت شرطه. المهم البنات عاملين معاك ايه؟
الحمد لله بقوا بيكرهوني اكتر من الاول. يا ابني ما تتصرف وانت صغير، حاول تقرب لهم باي شكل. حاضر يا متر، بس انا يعني الفار بيلعب في عبي. بيلعب في عبك ازاي يعني؟ يعني الواد الحرام الخيخه اللي احنا اجرناها دي نط من على السور ودخل الفيلا وطلع الدور الثاني ودخل اوضه بيري وكل دي ومحدش حس بيه. هو فتحي وام صلحي ما كانوش يعرفوا ان دي تمثيليه؟ لا ما انا ما رضيتش اقول لهم عشان الحكايه تبقى مسبوكه، بس ما اخبيش عليك يعني اني قلقت لان ممكن اي حرام غسيل يخش كده جوه الفيلا. هي فعلا حاجه تقلق. اسمع هنا، انا عايزك تتصلي بشركه الامن اللي بنتعامل معاها وتخليهم يروح يعملوا معاينه للفيلا. حاضر يا متر. يلا بينا بقى يا متر، فرجنا على شركه عمي. يلا بينا. بعدين بعدين. ايه اللي بعدين دي؟ ما انا لازم اتفرج على شركه عمي. قلت لك بعدين يا سكر. الله، بعدين امتى؟ اديني تاريخ، اديني معاك. هناء، خدي الواد ده من هنا حالا. يلا بينا هناء. بدري قوي كده؟ لا 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 لا، انا مش متضايق، انا مش متضايق. طب الحمد لله. ما هي دي المشكله، نفسي في يوم اصحى من النوم الاقي نفسي متضايق. افهم من كده ان انت شايف كل حاجه حواليك حلوه؟ ابقى انسان مجنون، مجنون مجنون لو شفت الدنيا حلوه. امال انت شايفها ازاي؟ شايفها زي الزفت. الاسعار اللي بتزيد يوم عن يوم بمناسبة ومن غير مناسبة، حتى ضرائب اللي ما سابتش حاجة، حتى بيوتنا ما سابتهاش اللي عايشين فيها. ده غير فواتير الكهرباء والتليفونات والمية والغاز الطبيعي، ده غير الرشوة والغش والسرقة، حتى الدواء. دكتور رياض، الدواء بقى مغشوش وعايزها تبقى حلوة. متهيألي ان كل الحاجات اللي انت قلتها دي كفيلة بإنها تخليك متضايق، إلا لو في حاجة في حياتك حلوة زي شغلك مثلاً. شغلي؟ شغلي ده تحصيل حاصل يا دكتور رياض. اشتغلت زي ما اشتغلتش، مفيش جديد، مش فارقة معاهم ولا فارقة معايا أنا كمان. أكيد البيت. أنت متجوز؟ أيوة. يبقى أكيد المدام معيشاك في جنة. أيوة دكتور رياض. ايوه. انت رحت الاسماعيليه قبل كده؟ ايوه. اكيد شفت بحيره التمساح. ايوه. اهو انا ووفاء مراتي عاملين زي بحيره التمساح، مياه راكده وحاله صمت وسكون. دكتور رياض، اقول لك كلمه في سرك؟ يا ريت. انا ووفاء مراتي اخر علاقه زوجيه بيني وبينها كانت من 7 سنين. وفاء موافقة على الموضوع ده؟ وفاء مراتي زي أختي بالظبط، لا بتوافق ولا بترفض، بس أنا وهي عايشين في حالة من الصمت ولا مبالاة. دكتور رياض، أنا ووفاء مش طايقين بعض، وبحس إن عينيها أزاز وأنا كمان عيني أزاز. دكتور رياض، ممكن أشوف عينيك؟ يا ريت الزيارة الجاية عشان ميعاد الكشف خلص. مفيش مشكلة. دكتور رياض، أشوف عينيك. ما قلنا الزيارة اللي جاية. طيب دكتور رياض، ممكن أسلم؟ اتفضل. مع السلامة. مع السلامة. ألو، سوري يا ليلي، بقولك إيه، ممكن أشوف لون عينيكي؟ معلش أنا آسف آسف، أصل عندي مريض كان صعب شوية. بقول لك يا ليلي، ايه قولي لي بقى، يومك كان عامل ازاي؟
في ايه يا ميرفت؟ عايزين حضرتك في الفيلا. من دول اللي عايزيني؟ لا انسه ماجي وكلهم. يا ساتر استر يا رب. ما تعرفيش عايزيني في ايه؟ ما عنديش فكره. يعني لما قالوا لك روح اندهي الاستاذ سكر كانوا زعلانين مبسوطين؟ والله يا استاذ سكر هم عادي ولا مبسوطين ولا زعلانين. يا ميرفت انت راميه ودنك دي لسقطه واللقطه واكيد عارفه حاجه. اعدمك يا استاذ سكر لو كنت عارفه حاجه. وتعدميني انا ليه؟ تعدمي شبابك انت. يلا غوري من وشي وانا هاجي وراك. مش ممكن يا سامتي، ده انا كنت هموت من الرعب. السفير كان حاطط السكينه على رقبتي جامد. بصي بصي مطرح السكينه. واو يا ريتني كنت معاكم، انا بحب الفايلنس موت. عنف ايه اللي انت بتحبيه؟ وانا بحكي لك حدوته بقول لك كنت هموت. بس ابن عمك اللي ضربه ده باين عليه بريف مان. ما تعرفيني عليا بيرل؟ اعرفك على ايه بس، ده فلاح قوي. بقول لك ايه يا سامتي، هي جمانه ما جاتش النهارده؟ جمانه؟ لا انا ملاحظه يعني انها واخده دماغك شويه. لا ابدا، ده احنا كنا بنشارك مع بعض. طب خلي بالك بقى من جمانه دي عشان دي اب نورمال. اب نورمال؟ ومين فينا اللي نورمال يعني؟ على رايك. قهوتك يا دكتور عزمي. كتر خيرك يا خيريه. الف هنا وشفا. امال يعني فين مدام كوكب؟ الحقيقه كانت عايزه تيجي تشوف البنات وتطمن عليهم، بس انا قلت لها تلاقيهم مشغولين اليومين دول. يتشرف وتأنس في اي وقت، عن اذنك. اتفضلي. اخبارك ايه يا سكر؟ نحمد ربنا ونشكر فضله. قبل ما تيجي انت يا سكر كنت طرحت على البنات موضوع كده يخص المصنع. خير ان شاء الله. المرحوم محرم الله يرحمه قبل ما يموت اشترى حته ارض جنب المصنع على طول. طيب تمام. كان عايز يعمل عليها مصنع للتعبئه الزجاجيه. مصنع ازايز يعني؟ ايوه، الازايز اللي بيتعبى فيها الادويه، وده طبعا محتاج فلوس كتير. اكيد محتاج فلوس كتير، ولا ايه يا ماجد؟ عشان كده الحقيقه في مجموعه خواجات عندهم استعداد يمولوا المشروع ده وما ندفعش فيه ولا مليم. ودول بقى ان شاء الله يعني هيمولوا المشروع ده عشان سواد عيوني ولا لهم مصلحه؟ لا اكيد طبعا ليهم مصلحه، دول مستثمرين. المستثمر بيدفع الفلوس وعايز يسترد اضعافها. اهم حاجه ما يكونوش اخواننا البعد اللي انت عارفهم، لان دول عمالين يسترسبوا لنا في كل حته. ايش غاز وش كويس وش ابصريه، ولا ايه يا شروت؟ انت في الجامعه وبتشوف اصحابك بتوع نال التطبيق. ما تقلقش يا سكر، دول اسم كبير في عالم الادويه. احنا عن نفسنا واخدين توكيلات ادويه منهم كتير. على بركه الله. بس انا داخل ايه في الموضوع ده؟ انت هتعصبني ليه يا سكر؟ انت مش ليك تلت الميراث بتاع الدكتور محرم؟ ايوه طبعا، يعني انا ليا تلت الكنبه اللي انت مجعوص عليها دي، وليك تلت الارض اللي احنا قاعدين نتكلم عليها. ها قلت ايه؟ مش لما اسمع راي بنات عم الاول. بنات عمك موافقين؟ موافقين يا بنات؟ ما شاء الله عليهم زي النسمه، اهم طول الوقت كده ما تسمعلهمش حس في الفيلا، لدرجه ان ساعات قلبي ياكل عليهم. اي والله، واقول للست خيريه يا ست خيريه اطلعي اطمني على البنات، يمكن مخنوقين في اوضهم ولعين بجاز. يا سيدي خلاص، بنات عمك موافقين، انت قلت ايه؟ اسمعها منهم الاول. ما اونكل عزمي قال لك ان احنا موافقين، ولا هو رغي وخلاص؟ يعني هو الكلام بفلوس؟ ها يا شرويت موافقه؟ ايوه موافقه. تحب احلف لك على مصحف؟ وانت يا دكتوره ليلياء؟ طالما في مصلحة لمؤسسة الطلخاوي يبقى أكيد طبعاً هوافق. ما شاء الله، الدكتور زويل بيتكلم. ها اطمنت، أهو بنات عمك كلهم موافقين. أيوه بس أنا بقى مش موافق. إيه يعني إيه مش موافق؟ هو مزاجك؟ أنت مصنوع من إيه؟ إيه اللزاجة والغتاتة اللي أنت فيها دي؟ استني بس، وبعدين أنت تفهم إيه أصلاً عشان توافق أو ترفض؟ إحنا اللي بنقول لك عليه تعمله وأنت ساكت، فاهم ولا لأ؟ يا عيني عليك يا سكر. يا جدع انت يا اللي جيت ولعتها حريقه، انت هتسيبني للتالت عارف دول يلدعوني؟ ما تقول حاجه. اهدوا يا بنات شويه، ده مهما كان ابن عمكم برضه. هو ده اللي ربنا قدرك عليه. احنا غلطانين اللي عملناك بني ادم وبناخد رايك. اهدوا اهدوا يا بنات واقعدوا شويه،
انا عايز اعرف انت رافض ليه وبسرعه بدل ما سيبهم يقطعوك. طبعا يا دكتور انت ما تكرهش الاصول. طبعا والاصول بتقول ان حضرتك لما تطب علينا زي القضا المستعجل ما تنطش من الشباك. لا انا داخل من الباب واسال خيريه. لا حضرتك نطيت من الشباك. بقول لك انا داخل من الباب، شباك ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ يا دكتور مع احترامي لسيادتك، اسره الطلخاوي المكونه من العبد لله والتلات اشرار دول اللي هيقوموا يولعوا فيي والاخت بيري. اختصر يا سكر مش فاضي، عندي شغل كتير. مالها اسره الطلخاوي؟ اسره الطلخاوي لها مستشار قانوني قد الدنيا ومتصيط اسم المتر شافيه، ولازم نرجع له في المسائل القانونيه دي. احنا زي ما بنثق في اونكل شفيق بنثق في اونكل عزمي، وهو اكيد بيخاف على مصلحتنا. انت هتركبين الغلط ليه وتزعلي مني الراجل الكباره دي؟ ماني كمان بثق فيه، عشان كده اديته موافقتي على اداره المصنع والشركه، ولا ايه يا اونكل؟ خلاص طالما انت بتثق فيه لازمته ايه الرغي ده كله؟ خلاص خلاص يا بنات اهدوا شويه. انا فهمت سكر عاوز ايه. أنا بنفسي هبلغ المتر شفيق. عايزين حاجة يا بنات؟ مستعجل على إيه يا أونكل؟ ما تقعد تاكل لك لقمة معانا، شكلك هفتان. متشكر، نفسي تصدق. يا أونكل استنى، استنى يا أونكل، ده حلة كوسي باللحمة الضاني تستاهل حنكة. ابقى سلم لي على طنط كوكا. مشي. ايه مالكم بتبصوا لي كده ليه؟ في ايه؟ اقف. طب ناكل مع بعض لقمه بره. طب حته لحمه ضاني بره. طب كوبايه شاي بلبن بره. انا كنت لازم اسيب الحرامي يقطعكم قلوبكم حجر تاكلوا دقي الميه. بلاش فطيره، ده جدع غلبان مش حملوكو. يا سعديه اصحي بنتي. يا سعديه ازاي يا جمالات على الصبح؟ روحيه الدلاله هنا يا بنت. واعمل لها ايه يعني؟ بقول لك روحيه الدلاله احنا اكيد جايبه لنا عرسان. يا ريتش يا جمالات. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا روحيه؟ نصوم نصوم ونفطر على بصله؟ عايزاني اجوز بيتي لراجل خريج سجون؟ انتوا مكبره الموضوع كده ليه؟ هو في حد معصوم من الغلط؟ ويكون في علمك بقى الواد تام وحلف بمصحف ربنا انه هيفضل طول عمره ماشي ايه سليم. عمر ديل الكلب ما هيتعدل، وما دام بقى مشي في طريق الحرام هتفضل يا اختي رجله متعاصه. بقول لك الواد تام ومفيش عرسان اليومين دول، سوق العرسان خلاص نايم. خلي يا اختي بنتك جنبك لحد اما تبوظ. يعني انت هي انت شايفه كده؟ ايوه طبعا شايفه كده. انا عايزه مصلحتك يا اختي. بس هقول ايه لمصلحي يا اختي؟ ده لو عارف ان العريس سوابق هيطب ساكت مني. وانت ايه بس اللي خليكي تقوليله؟ قوليله شغال اي حاجه، اي صفحه واتقفلت. يلا يا اختي يلا، عايزين نشرب شربات، عايزين نفرح. ولا انت يعني ما بتحبيش الفرح ولا ايه؟ انت مستعجله كده ليه على الشربات يا روحيه؟ مش بس لما اعرف هقول لمصلحي ايه. قلتي لي يا اختي هو العريس اسمه ايه؟ اسمه بلبل. طلبت لي التاكسي اللي قلت لك عليه يا فتحي؟ ايوه يا استاذ سكر، بس انت رايح فين؟ انت ما عرفتش ان الاكل اتمنع عني؟ عرفت، الست خيريه قالت لي. ايوه يا اخوي، اتجمعوا علي وعاملين لي فيها دول حوض النيل وهيقطعوا عني الميه، بس على مين؟ بس والنبي ما تزعل نفسك، محدش بيموت من الجوع. لا يا اخوي، انا مت من الجوع قبل كده مرتين. طب ما تطلب دليفري. مش واخد بالك. اكل جاهز بيجي لك لغايه هنا. يا راجل بلا وجع قلب، انا هروح للبقال استقضى شويه حاجات واعمل اكلتي بنفسي. طب ما تستنى اما ادالك عم مصلح يروح معاه. لا انا هروح لوحدي. بس انا خايف لتوه. ما تخافش، ده انا اعرف الكفت والتاكسي اهو، هو اللي هيوديني وهو اللي هيجيبني. خد بالك انت بس من الفيلا. اتفقت معاها هياخد كام؟ ده بالعداد. طالما بالعداد يبقى خير وبركه. مش احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا لازم موافقه البنات؟ البنات موافقين، وخدت موافقه سكر كمان، ناقص موافقتك انت يا متر. ياه
وكمان وصلت لسكر؟ ده انت مستعجل قوي. دي فرصة مش هتتكرر. احنا هنقدم لهم الارض وهما يعملوا كل المباني وهيجيبوا لنا المكن من اوروبا. مش دي الشركة اللي احنا بنتعامل معاها في توكيلات الادوية؟ ايوه. الشركة دي سبق وعرضت على الدكتور محرم المشاركة في مصنع الادوية، هو رفض وبإصرار كمان. ايوه، وعرضت مرة تانية وساعتها انا اللي رفضت، بس المرة دي انا شارط عليهم ان الادارة لينا from A to Z. وافقت؟ طبعا. غريبة؟ لا غريبة ولا حاجة، هما فاهمين انهم لما يحطوا رجليهم في مؤسسة الطلخاوي شوية شوية يستولوا على مصنع الادوية. طيب افرض بعد فترة حطوا رجليهم في مصنع الادوية، نقطع لهم رجليهم. ده الملف بتاع المشروع فيه كل التفاصيل وصيغة العقود. طيب انا هاخد الملف ده ادرسه وهرد عليه. بس بسرعة شوية الله يخليك يا متر. يعني على ما يوصلوا مصر اكون زبطت لك العقود. لا، ما هي سهيلة هي المستشارة القانونية للشركة بتاعتهم. سهيلة بتاعتنا؟ ايوة، وفي اجتماع يوم الخميس الجاي هندرس فيه كافة التفاصيل. مش بقولك انت مستعجل قوي؟ ما هو كله لمصلحة الشركة يا متر. بالمناسبة انت كنت سهران فين لغاية الساعة 6 الصبح؟ اصل كوكب كانت قلقانة عليك قوي. ما هي قلقانة بقالها 20 سنة. بصراحة انت يتقلق عليك. انت مش هتبطل شقاوة بقى يا جدع انت؟ لا، شقاوة ايه بقى يا متر؟ ما خلاص انا دلوقت داخل مرحلة التأمل. طيب ما تاخدني معاك وهو نتأمل مع بعض. يا سلام، ده انت تأمر يا متر. طلعت انت كمان عشري. يا استاذ سكر، الحكايه مش زي ما انت فاهم. الحكايه على حسب نوعيه الاكل اللي انت هتاكله. يعني يا ترى انت هتاكل اكل طلياني ولا اكل فرنساوي ولا اكل شرقي؟ ولو هتاكل اكل شرقي يبقى ترى هتاكله دايت ولا مسبك؟ واذا كان دايت يبقى لازم يتحسب طولك ووزنك عشان نعرف كميه السعرات الحراريه اللي احنا عايزينها. دي كلها حاجات لازم تتحط في الحسبان يا استاذ سكر قبل ما تقدم على انك انت تخش في السوبر ماركت. انت محسسني انني داخل هيئه البحث العلمي. دي سوبر ماركت، يعني ازاز الزيت على مكعبين مرقه وخلصنا. لا مؤاخذه يا فندم، حضرتك معاك عربيه؟ لا انا جاي في تاكسي. لا انا قصدي عربيه حضرتك زي دي تحط فيها الحاجات. لا ما معيش. متشكر، ربنا يكرمك. الله يخليك. ايوه يا رجب، بقول لك ايه، هم جمعوا كل بقالين مصر في حته واحده. طب مع السلامه انت دلوقتي، انا عارف انا هشتري ايه. هو انا اول مره ادخل سوبر ماركت؟ مع السلامه. نسكويك فين لو سمحت؟ ايه نسكويك؟ جنب الكورن فليكس هنا يا فندم. وفين الكورن فليكس؟ اكيد جنب النسكويك. هناك يا فندم. لما انت نور كده وشكلك ناصح وعارف كل حاجه، فين بقى الحاجات الحلوه بتاعتنا دي؟ خضار بلدنا، البطاطس والطماطم والقلقاس. اوعى تقول لي جنب الكورن فليكس، ازعل منك. هناك يا فندم. يبقى جنب النسكويك. هم مكتفين الخضار كده ليه؟ الواحد لا يعرف ينقي ولا يفعص في الخضار براحته. بقول لك ايه يا اخ، مفيش منه ملدن؟ هو ده الموجود. بقول لك ايه، وانتوا كلكوا هنا لابسين احمر؟ سمعت ان جالك جبنه رومي قديمه حكايه. بالظبط يا استاذ. طب ما تدوقني. اتفضل. لا لا لا، مش قديمه قوي، انا عايز اقدم من كده. اقدم من كده؟ اتفضل. مش
حضرتك مش مستريح لها ليه؟ انا عايز اقدم من كده بكتير. ما تقول له قدمها من سنه كام وتخلصني. الجبنه الفلامنكي دي بالفلفل؟ ايوه يا استاذ بالفلفل. طب دوقني اللي بالزيتون. اتفضل اتفضل. في ايه يا استاذ؟ خد عيش عشان تغمس. خليك في حالك يا استاذ لو سمحت. ما انت مش جاي تشتري، انت جاي تتعشى. ايه قله الذوق دي؟ طب والله ما انا شاري حاجه. طبعا ما انت شبعت، هات له كوبايه شاي يحبس. ده ايه الناس دي؟ كل شويه هات لي وريني، لا دي بالفلفل، لا دي بترتر، الله يكون في عونك. هنعمل ايه يا استاذ؟ ما احنا ياما بيورد علينا. اسم الكريم ايه؟ اسمي حجي. منين يا حجي؟ من كفر صقر. أجدع ناس، ربنا يخليك. بقول لك ايه؟ أمر حضرتك. انا سمعت ان جالك جبنه روما قديمه حكايه. ايوه يا استاذ. دوقني كده. انا ما بحبش الجبنه الروم القديمه. مساعد المخرج الامريكاني عمال يتصل بماجي كتير قوي وبيزن على دماغها عشان تسافر امريكا. فعلا انا ملاحظه ان ماجي بيجيلها مكالمات كتيره قوي من امريكا، والفيلم التسجيلي قرب يخلص. بقول لك ايه، ما تقولي اللي اسمه زياد ده يعني ياخد راحته شويه. يا ليليان زياد عمل اللي عليه واكتر. طب والحل ده؟ كده ماجي ممكن يطلع في دماغها وتسافر. بصي بصراحه زياد كده قال لي على اقتراح وانا بحاول اسعى فيه. اقتراح ايه؟ زياد عنده فيلم روائي وانا بحاول اشوف له انتاج عشان عندي اصحاب كتير في الوسط. بقول لك ايه، هي شركات الانتاج دي بتكسب؟ طبعا، امال يعني هم غاويين وجع قلب؟ وبعدين ده بيزنس زي اي بيزنس. طب ما نفتح شركه انتاج لماجي ونخليها تمسكها، وساعتها بقى مش هتسيب مصر خالص. تصدقي فكره؟ بس مشروع زي ده يتكلف كتير قوي يا ليليان. مش مشكله، الفلوس موجوده، اهم حاجه المشروع يتنفذ صح. طب سيبيني بقى اعمل لك دراسه واقول لك المشروع ده هيتكلف كام بالظبط. انا جاهزه. فتحي تعال شيل معايا. ايه ده يا استاذ سكر؟ انت جايب غسيل السنه كلها؟ بطل نقي يا فتحي وشيل وانت ساكت. خد يا اسطى. متشكرين. شكرا يا باشا. ايوه يا نسمة. هي الحاجات دي بتاعت مين؟ دي بتاعت الاستاذ سكر، قال لي اشيلها معاه. هو حضرتك بتشتغل عندنا ولا عند الاستاذ سكر؟ لا عندكم يا فندم. طب سيب الحاجات دي من ايدك وخلي الاستاذ سكر يخدم نفسه بنفسه. بس يا نسمة. مفيش بس. سيب الحاجات يا فتحي. انت فاكره ان انت كده بتعجزيني؟ لا، ربنا يخلي لي ايديا الاثنين ويهدي الاول. ازيك يا سكر؟ ده انت اللي سكر وضحكتك سكر. اسمك كريمة ايه؟ اسمي ايتن. انت منين يا ايتن؟ شكلك كده من اطفيه. لا يا سكر، انا من جاردن سيتي. اجدع ناس وربنا يهد ناس. يلا يا ايتن. طب يا سكر، سيو. سيو برضو من اطفيه. فتحي. ايوه يا استاذ سكر. شيل وحصلني. محدش عارف بكرة هيحصل ايه ولا يجرى ايه وهيعمل ايه في ده. محدش عارف بكرة بداري ايه وجايب ايه ومخبي ايه لينا. حسد وقرب، خير ولا شر، ايه ولا ايه الله اعلم. حاجات تصر، عذاب ومر، ادينا عايشين وبنحلم والدنيا مركب ماشي بينا. محدش عارف بكره هيحصل ايه ولا يجرى ايه وهيعمل ايه فينا. محدش عارف بكره بداري ايه وجايب ايه ومخبي ايه لينا. We'll be right back.
مشغولة بحالها وعالم فرحي وأحزان، والدنيا دي ماشية بكيفها، واللي عارفها كويس عمره ما يديها أمان. ورا البيبان المقفولة ناس مشغولة بحالها وعالم فرحي وأحزان، والدنيا دي ماشية بكيفها، واللي عارفها كويس عمره ما يديها أمان. فيها ناس بسيطة وناس حويطة وناس عاملة عبيطة على ناس، فيها ناس فاهمة وناس متفاهمة وناس مش فاهمة عايشة وخلاص، بيقولوا للحيطة دارينا، محدش عارف بكرة هيحصل ايه وهيجرى ايه وهيعمل ايه فينا، محدش عارف بكرة بداري ايه وجاي بايه ومخبي ايه لينا. ولا عدلة وما هيش عدلة، والحلو فيها ما هوش باين، مصدرة تملي الطرشة وعندك هرشة مش عارفة مخلص من خاين. الدنيا